الكلينيك موبيل يعني اللي خارجين اليوم راح يكون يعني تحسيس فيما يخص سرطان كولون، وايضا في القافله هذه اللي مورانا راح يكون لو ديبيستاج دو كونسير دو سان، يعني سرطان الثدي. وخذينا الفرصه هذه ايضا باش تكون قافلتين، واحده تمشي يعني على مستوى ولايه البويره والاخرى على مستوى ولايه الشلف، خاصه المناطق الظل. والقافله فيما يخص السرطان راح تروح الولايه الجديده تيميمون. اذا شوفوا هذه القافله راح تروح الى منطقه الصحراء، راح الى ولايتي تيميمون واضرار ان شاء الله، من اجل التشخيص المبكر عند النساء لسن تاعهم 40 فما فوق. راح نديروا عمل اخر هو التشخيص المبكر لسرطان القولون والتحسيس حول سرطان القولون المستقيم.